طبخي صابوني. أهلا بكم في فيلمنا الجديد اللي بعنوان سليندرمان وحيوانات الغابة والسرداب السري. في فيلم بتاع النهاردة عندنا الرجل الأسود ده اللي شبه العنكبوت، عنده أذرع طويلة زي بتاعة العنكبوت، هنشوفها دلوقتي خاطف الحيوانات دي كلها وحاططها في القفص ده، وكمان مش مكفيينه وقرر ان هو ينزل الغابة علشان يجيب حيوانات تانية علشان يأكلهم وقت ما يكون جعان ومش كل شوية يتعب نفسه. وهنا بنشوفه رايح في اتجاه الغابة. وهنا بقى من حظ الفار جيري ان هو اول حيوان كان بيقابله سليندرمان ده، فشافه. جيري خاف جدا، بس سليندرمان هجم عليه وقال له تعالى، ده انا لازم اخدك في السرداب السري بتاعي. جيري فضل يصرخ محدش سمعه. وهنا بنشوف القط توم جاي علشان يدور على جيري علشان هو ما بيعرفش يتحرك من غيره في الغابة، فما لقاهوش، فقال خلاص انا هروح ادور عليه في حتة تانية، وقرر ان هو يمشي. فجأة لقى سليندرمان ده جاي جابه من قفاه وقال له رايح فين يا حلو، تعالى ده انا هوديك لصاحبك علشان تونسه، جيري ما يعرفش يعيش من غيرك، انتوا الاثنين لازم تتاخدوا في مكان واحد. وهنا الاسد ملك الغابة ماشي يتمشى في الغابة ويقول هي مال الغابة فاضية كده ليه، انا مش شايف اي حيوانات خالص، هي الحيوانات كلها راحت فين، معقول نايمين، هم فين؟ وفجأة شاف النمر هناك بعيد، قال ايه ده انا شايف النمر اهو، خلاص هروح اسأله اشمعنى هو اللي لسه موجود. فراح للنمر، لقى النمر بقى كسول جدا كده وجاي علشان ينام. النمر طبعا حيوان مفترس، فمن الصبح عمال يدور هو كمان على حيوانات علشان ياكلها ومش لاقي. الاسد ملك الغابة قال له يا نمور ما شفتش حيوانات الغابة؟ قال له انا مش عارف راحوا فين، انا من الصبح قاعد جعان ومش لاقي اي حيوان اكله. الاسد قال له انت طول عمرك همك على بطنك، انا قلت لك 100 مره الحيوانات ما تاكلهاش، دور معايا عليهم علشان دول لازم يعيشوا في المملكه بتاعتي وفي الغابه بتاعتي، قوم يلا يا نمور. نمور كسلان جدا، قام الاسد مزعق فيه قوم يا نمور، قام نمور قايم بقى معاه وقال له يلا يا سيدي بقى ما نروح ندور على الحيوانات مع بعض. وهنا بنشوف سليندرمان داخل الكهف ده واخد معاه توم وجيري، بس مين اللي شافه؟ الاسد الصغير ده، ففضل يصرخ ويقول يا خبر ده الحيوانات في خطر، انا لازم اعمل حاجه، لازم اتصرف، لازم البس اي زي تنكري كده علشان ادخل الكهف ده واشوف ايه اللي بيحصل فيه. فقام متحول كده في لبس شجره وقام داخل الكهف ورا سليندرمان علشان يشوف ايه اللي بيحصل في الكهف علشان محدش ياخد باله، قال يعني كده مش باين ان هو اسد. وهنا بنشوف سليندرمان داخل وفي ايده توم وجيري ووصل للسرداب السري وبيقول كلمة السر اللي لازم يفتح بيها الباب، افتح يا سرداب. وهنا بنشوف الاسد الصغير دخل ووصل لمكان السرداب وسمع سليندرمان وهو بيقول كلمة السر، وقال خلاص انا عرفت كلمة السر، لازم بسرعة اروح اقول لبابا علشان يجي يساعد توم وجيري، ده خدهم كده ازاي هنعيش من غير توم وجيري. وهنا بنشوف الاسد ملك الغابة هو ونمور الكسلان، قال له خلاص يا نمور احنا وصلنا لاخر الغابة، يا ترى الحيوانات فين، احنا مش لاقيينهم، يا ترى الحيوانات فين. فجأة سمع صوت ابنه سيمبا وهو بينادي عليه من بعيد بيقول له يا بابا. الاسد الكبير فرح جدا وقال لابنه اخيرا لقيتك، انا من الصبح بدور عليك انت والحيوانات، ما تعرفش الحيوانات فين؟ قال له يا بابا انا عارف مكانهم، في شخص كده اسمه سليندرمان هو اللي خطفهم يا بابا، وانا عرفت المخبأ السري اللي هو مخبيهم فيه، انا شفته وهو مدخل توم وجيري، يلا يا بابا انزلي من فوق الجبل. قام الاسد قال له يلا يا نمور يلا ننزل من على الجبل ونروح ورا سيمبا الصغير ده ونشوف الحيوانات متستخبية فين، يلا يا ابني. وهنا وصلوا لحد السرداب السري، سيمبا طبعا عامل نفسه عبقرينه وقال انا عارف كلمة السر، يلا افتح يا سروال. ايه ده ما فتحش ليه؟ ابوه قال له سروال ايه يا ابني، اكيد انت فاكر حاجة غلط. قال له طيب استنى انا فاكر كلمة السر، افتح يا دولاب.
دولاب. دولاب ايه ده ما فتحش؟ قال له انت بتضحك على ايه؟ انت جاي تهزر معانا يا سيمبا ولا ايه؟ احنا اكيد جينا في المكان الغلط، يلا يا نمور نمشي من هنا. وما صدقهوش طبعا في اللي هو قاله، وشكله مش فاكر كلمة السر. وهنا بنشوف الأسد الصغير قاعد يكلم نفسه ويقول أنا نسيت إزاي كلمة السر، يا ترى هي كانت إيه؟ آه أنا افتكرت خلاص، أكيد هي افتح يا سرداب. وأول ما قال كلمة السر دي الباب اتفتح على طول. قال يا خبر، ده أنا لازم بسرعة أروح أنادي بابا وأنادي عمو نمور علشان هم مش مصدقيني، أنا رايح لهم بسرعة. إيه ده إيه ده، الراجل العنكبوتي طالع منه، أنا لازم أجري بسرعة. الحقني يا بابا الحقني يا بابا، الراجل العنكبوتي داخل يقول مين اللي استجرأ عشان يفتح الباب بتاعي؟ انت يا اسد يا صغير، انا لازم اخدك جوه زيك زي بقيه الحيوانات، تعالالي. فضل ينادي ويقول يا بابا يا بابا الحقني يا بابا. وهنا بنشوف الاسد ده سمع صوت ابنه من جوه الكهف، قال ده صوت ابني سيمبا، اكيد في خطر، يلا قوم يا نمور يا كسلان، يلا نروح نشوفه. ودخل لقوا السرداب مفتوح، ولقوا الراجل العنكبوتي ده واقف قدام السرداب. قال له انت هتعمل نفسك راجل خطير ولا ايه عليا؟ انا الاسد سيمبا. وهنا اتفق سيمبا ونمور والاسد الصغير على سلندرمان ان هما يضربوه ضربة قوية جدا. يلا بينا ندخل السرداب وننقذ كل حيوانات الغابة ونخرجهم منه. ومن هنا يا أصحاب نكون خرجنا كل حيوانات الغابة من جوه السرداب السري، ونكون وصلنا لنهاية الفيديو. وإذا عجبكم الفيديو ده يا أصحابي ما تنسوش تعملنا لايك واشتراك في قناتنا تلخيص بوم، وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.